خيرة أبناء مدينة الصلاة، وبعد ليلة حامية الوطيس شهدت اعتقال أكثر من 60 مرابطا ومدافعا عن قبلة المسلمين الأولى، يجبرون الاحتلال على الرضوخ ويدخلون ساحات باب الرحمة فاتحين مكبرين ويصلون الظهر في محيطه. هذا الباب تفتح ساحاته اليوم بعد 16 عاما من إغلاقها. في كل مرة ينتصر المقدسيون بصمودهم ورباطهم من معركة الأبواب إلى معركة الرحمة، عام وبضعة أشهر نكل خلالها الاحتلال بالمدينة المقدسة بكل الطرق، فما زاد الأمر أبناءها إلا جبروتا وقدرة على الانتصار بعد صمود. هذا من دونه العذاب، هو باب الرحمة لكن من دونه العذاب، ولذلك تصميم وإرادة المقدسيين من تصميم وصلابة هذا المبنى. انظروا إلى تصميمه الهندسي، انظروا إلى صلابة حجاره. عزيمة المقدسيين أشد من أبوابه الفولاذية ومن صخوره الحجرية، هذه عزيمة لن تلين. نحن نتطلع حقيقة أن يستمر هذا الافتتاح لصلوات المسلمين، لأن هذا هو الشيء الطبيعي. الشيء الطبيعي أن تستمر صلوات المسلمين في هذا المكان. لا يعقل أن يستمر إغلاق هذا المكان 16 عاما بدون أن نحرك ساكنا. أمام الباب الذي أغلقه صلاح الدين الأيوبي خوفا من الغزو الصليبي، يقف المقدسيون اليوم رافعين أكفهم بدعوات تطوف سماء العالمين العربي والإسلامي، أن لا تتركونا وحدنا، بالآلاف ندخل اليوم منتصرين، لكننا نناجي الله أن نرى يوما تجتمعون فيه على قلب رجل واحد، رافضين أقبح احتلال على وجه الأرض ومنذ فجر التاريخ. من مدينة القدس المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.